المندوب السامي للتخطيط يفضح الحكومة بسبب الأسعار. ما زالت حمى الأسعار تثير الجدل، فبعد بنك المغرب حول التضخم والرفع من سعر الفائدة، خرج المندوب السامي للتخطيط عن صمته، داعيا الحكومة إلى التواصل مع الرأي العام وإخباره أن ارتفاع التضخم والالتهاب القياسي للأسعار ناتج عن أزمة عرض وليس عن عوامل خارجية. وفي الوقت الذي عبرت الحكومة عن عجزها في مواجهة الغلاء كما جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسمها، دعا المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إلى ضرورة معاملة الرأي العام باحترام وإخباره بالحقيقة كما هي حتى يكون واعيا بالإصلاحات التي يتعين القيام بها. هذه الحقيقة تتمثل في أن الارتفاع القياسي الذي يعرفه المغرب حاليا ليس ظرفيا بل أصبح بنيويا، وعلى المغاربة التعود منذ الآن على المستويات التي تسجلها الأسعار، يشير المتحدث.